يا ربون يجينا من دار. اليوم جاتلكم فيديو جديد، والفيديو راح يكون عن فلوق لأول مرة أسويه في حياتي، وكنت مرة متحمسة فيه. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإشعار عشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في قناة نارين وقناة تاسم وقناة العائلة، بحط لكم في صندوق الوصف. يلا نبدأ الفيديو. طبعا احنا كلنا خرجنا إلا نارين، قاعدة في السيارة حقت الرحلة. قالك ليش؟ برد. والله الجو جميل. أنا ويوجين وتاسم خرجنا حاليا، هم منتظريني هناك. تريني هذا البردان الحيوانة ما رضت تخرج. يلا خرجي بارام سيقوات. هي بارام سيقوات برد. والله بخرج. شوف هذا باقي، نجيب لك بطانية. ليه ما جبت بطانية؟ ليه ما جبت البطانية؟ ليه ما جبت البطانية؟ والله أخليك أنت والتقويم زي بعض. عملية البحث على تاسم. أين أنت يا تاسم؟ أنت ويوجين. وجدت تاسم أخيرا. أين أنت ذهبتي؟ أين ذهبتي؟ أعطيني حضن كبير، أعطيني حضن كبير. هذا طبعا المكان الاستراحة، يتواجد فيه مطاعم. اشتريت هذا لموجريلا لوحدي في نارين. 500 500 تزوج بنارين وتاسهم، والبقية ما حد قاعد معايا. الوحيدة اللي بقيت كلهم دخلوا. نارين say hi. عمل قلوة زي السلحفاة. ماذا تفعل يا حمودي؟ قلت له يلبس ثقيل هذا، وانا لابسة ثقيل وبردانة. هو كيف هذا؟ خطأ على May I take picture with you together? وي شكل حلو. تقوي مصير حلوة بعد مليون سنة. هذه حقت مامي. He says he loves me. لا. Every father loves his daughter. No mommy. He loves me. كثير يا جماعة، عشان هذا المكان ما يفتح إلا مرة واحدة في السنة. خلينا نشوف شرطة موزز. حلوين جسوا إينو كذا. لا صح، راح كل جمالي. يعني خلي أقول له انتظرني إنه ما أشيل التقويم وأصير جميلة. ليه انتظرني 3 سنين؟ والحين هذه المروحة كلهم قاعدين يركبوها في طابور عريض طويل عريض، ويجين تبغى ندخله. والله ما أدخله بس عشان تأخذ صورة جوا. شايفين هذه هي الصواريخ البلاستية، مدري إيش مدري حجم. هاي صاروخ زغرور، هاي صاروخ تنانونو. هذا أقوى شيء، يعني قوي قوي، يعني مش أقوى شيء بس قوي. شوفوا 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 بس، يا الله شوفوا مرهبهم. منهم صواريخ فتاكة. إنه صار وقت يغطونها صح؟ سوى المطر. ليش يا حبيبي؟ كنا مستمتعين. هذا غواصة. ها مدري هاي غواصة ولا شيء. الحين هذه هي الطائرات اللي تنقل الجنود وبعدين ينزلون لما ينطون كذا. واو كذا شكلها زي ما انتم شايفين. يقولون الناس حركات بركات، يقعدون على اساس انهم يطيروا. تخيل انت تدخل على اساس انك طائر حربي وكذا، طائر حربي طيار حربي، والنهاية ترجع مصور. والله لا ادريكم الجيش. يلا ناديهم قولي ارمي فايتنج. ارمي فايتنج. هو ياخذ دبابة وبدأ الحرب. نارين بدأ الحرب. ايوه ايوه. دين 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 دين. الحين هذا هو المكان من داخل. واو المكان من داخل. واو اسوق عادي. تقولوا بيصطدم اي احد قدامي؟ واو
باخذ هذه معايا للذكرى. قال لي يمتيني اخذها للذكرى صح؟ او اتذكر حاجه هنا. ايش ذا تاخذ مني؟ والله ثقيل. اه اني عايزه اياه. ايوه يبغى ده يا كان هم بنبغى يبوز يعني بده عادي. اه وي صدق يقول لي استا يا ايوه اكا تشي تشي 영상 찍을래요? 아 사진이요? 아니요 저 유튜버이라서. 이거 아르미 꾸님이요? 네 맞습니다 꾸님입니다. 꾸님입니다. 오늘 꾸님이 우리 같이 교전 있어요. 반갑습니다. 이거를 뭔데요? 이 차량 말씀하신 건가요? 네. 차량은 수송 지휘한 차량이 컨비라고 하시지 않습니까? 아... 영화 보면은 유명한 차량. 근데 궁금한 거 있어요. 네. 이거 왜 묘가요? 방탄물화가지고 네. 안에 철 같은 거 많이 되지 않습니까? 그래가지고 좀 약간 무겁긴 합니다. 그래야지 총알을 부터 머리를 경고하니까. 아 혹시 만약에 네. 이렇게 입을 때 괜찮아요? 불편하지 않아요? 저희 불편해요. 불편하긴 합니다만은 어쩔 수 없어요. 아, 알겠습니다. 막간 말라겸이. 아, 선생님 소리 해 놓. 이거 되는 4 اشخاص. 아, 무거워. 파울 والعالم كلهم طلعوا وانا لساتني في المكان. يلا يلا. اخيرا من المكان. تجربة صعود هذا المكان. موت الولد يبكي. يبكي هو. أهلاً. 이거 너무 무거워요? 좀 무거울 수 있어요. 아이고. 아, 네. 괜찮아요? 네. 아니 아닌데. 어, 네. 알겠습니다. 감사합니다. 와우. 아니요 아니요. 에 뭐라고 해야 돼요? 이거. Hello hello. 이렇게. Radio over. Forever. Radio over. Radio over. شوف المعدات اللي هنا غريبة حاجات عجيبة. يا. واو. لازم يتحمل كل المصاعب. شوف المصاعب اللي تحملها الجندي أصلا ما في مطر. شو قالوا تقرد. يوجين قاعدين مع هذولا قاعدين تاكلوا ماشي كبغا. احنا يا جماعه تشردنا زي الجنود لما تشرد بعد الحرب وكذا. سات نارين وتاسهم قاعدين منتظرين حقت الاكل. ماشي كيف تاتا سما شربوا هذا كيف تاكلوا لازم تعملوا كذا حطوا عليه رز عشان بعدين تاكلوا طعمه لذيذ. هذه الحركه مره جميله فلازم اكل بهذه الطريقه. كل هذا الشغل بيغسلوا الله يعينهم. وضع الناس كانهم اللي هاربين من الحرب. هذا الحين بيف مش حرب. الجو مره بارد جينا نتدفى هنا. طبعا هذه كلها مكان تدفئة. أخيرا داسم التقت مع أصدقائها. شوف الحين مغلفين الدباب في قماش. ياه كله مغطينا لين النهاية. مغطين الأسلحة والدبابات. تسمعوا طلق نار؟ طلق نار يا جماعة. في الحين هنا أنا نفسي أطلع وكنت. السيارات هذه ما سمح لها بس من داخل شكلها الأطفال يطلعوا. واو يا حزن. وكنت بصور كل شيء. اوه مخابرات سرية. واو هذا لما واحد يسوي شيء يخونهم ولا كذا يقوموا يلقطوه ويعذبوه. شو مش هذه الحاجات الغريبة حفاراته. واو في ناس الحين يطلعوا ويصوروا. أنا كنت أبغى أطلع أتصور مثلهم في المدفعية. يعني
يبغى لنا نموت احسن. كل طوابير في الحياه هنا.